اسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لما واحد قلبه يوجعه ويروح يكشف عند الدكتور وتلاقي الدكتور يقول له اعمل رسم قلب، يروح يعمل رسم قلب يلاقي رسم القلب ده عبارة عن إيه؟ شوية خطوط طالع ونازل طالع ونازل باستمرار، ورقة طويلة كده أنا شفتها ورقة طويلة وعمالة طالعة ونازل الخط، عارف لو لقيت الخط ده ماشي كده على طول فوق يبقى الشخص ده مات، طيب لو لو نزل تحت ومشي تحت كده على طول الدكتور يقول لنا الكلام ده يبقى الشخص ده مات الطبيعي انه الخط ده شويه فوق شويه تحت شويه فوق شويه تحت وماشي باستمرار كده على فكره ده مش رسم القلب بتاع مضخه القلب بس لا 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 ده نفسيه البني ادم مننا على مدار اليوم الواحد مش السنين مدار اليوم الواحد تلاقي الحاله المزاجيه والشعور بالسعاده واللي مأثر على قلبي طول الوقت طالعه ونازله يعني شويه مبسوط شويه متضايق لما الواد ينجح في المدرسه ودرجات عاليه لا نفسي مبسوط ولما يرجع لي شاي الماده وجايب ملحق ابقى متضايق لما المرتب يزيد واخد مكافاه ابقى مزغطط ولما الدولار يغلى والحاجه تغلى والفقر يجي الاقي نفسي متنكد وانكد على اللي حواليا كمان ويبقى ده هو حوار اللي ماسك لساني لما تبقى الصحه تمام وماشي اقول دوسي يا نفسي بعز يا ارض تهدي ما عليكي ادي ابا سعيد لما الركب تتوجع والعمود الفجر تلاقيه عمال يطلب بطلباته ومش قادر يسندك تلاقي الكابه مالتك والتعامل معاك يبقى بحرص والحساسيه بتزيد واقل حاجه بتعكننك الكلام ده على فكره ده يعني في حدود الانسانيه على الناس حال معظم الناس لكن الناس اللي المفروض رايحه وجايه على الكنيسه وعايشين في الكنيسه وعلاقتهم بربنا ومسيحيين حقيقيين المفروض انه المستوى يختلف عن باقي الناس. يعني لو بتتمتع بنعمه الادراك للوجود في محضر الله لو عندك قبول لكلمه الله في الاعماق لو بتحس كده بمذاقه سر الافخارستيه الحال يتغير ما يبقاش زي باقي الناس لأنه العالم بيدي للناس سعادة لكن إحنا المسيح يسوع يدينا إيه؟ فرح السعادة دي حاجة وقتية لكن الفرح دائم كل يوم افرحوا في الرب كل حين وقول أيضا إيه؟ افرحوا عارف المعضلة فين في الآية دي؟ في كلمة كل حين دي كل حين يعني فرحان بالرغم من بالرغم من الفجر بالرغم من المرض أيا كان السبب أبقى فرحان ليه جبلة ولا ليه؟ مش بني آدم لا 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 بني آدم بني آدم معدل إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الفرح ده داخلي مش من الظروف المواتية العالم كله منكد وتيجي حضرتك تتراءى أمام الله يقول لك يا ربنا أراكم فتفرح قلوبكم ولا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم هو ده الحال بيبقى تعالى كده حضرتك بص على الحالة اللي انت محطوط فيها يوم تكون ناوي تروح جلسة اعتراف تعترف رايح مسقل بالهموم ومسجل خطاياك في الورقة وحالة من الكآبة والنكد ما فيش بعد كده وكل الحزن ده بسبب خطاياي الدموع تملى عنيا بخطاياي انا مش شايف قدامي بسبب خطاياي لكن تعال بص على حالتي على يوم ما اجي اطلع من تحت ايد اب اعترافي هلاقي نفسي فرحان ومزغطط الفرح مالي قلبي اصلك أستك... لي واخدت الحل وارتحت واتبسطت يقول لك حزنكم يتحول الى فرح سيد المسيح شرحها في مره كده له المجد لما قال للمراه لما تيجي تلد تحزن لان ساعتها قد جاءت لكن طالما انها ولدت الطفل ايه اللي يحصل لا تعود تتذكر الحزن بسبب الفرح اللي ملا قلبها على راي ابونا فلتاوس لما يقول ذنوبي حمولي بجرجرها وقع تحتيها بتكسرني وما بقدرش اكسرها جاي لك نفسي حررها على ضعفاتي قدرني وكل عاداتي غيرها كل الامور الارضيه لا تنزع مننا الفرح ولا صحه ولا مال ولا جاه ولا سمعه ولا الحاجه الوحيده اللي تفرحنا ان نبقى في المسيح والحزن لنا لما نبعد عن المسيح فكل قداس بنتقابل فيه مع القدوس المفروض اقول ايه هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج فيه نتذكر احسانات ربنا علينا نلاقي نفسنا فرحانين تشوف كده كم مرة ربنا عمل معنا خير تلاقي نفسك فرحان فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص كساني ثياب البر الشخص الوحيد اللي دايما فرحان هو الشخص المتواضع عارفين يا حبايب لما يقولوا على الروح القدس إنه زي المية والمية تحب تجرى على الواطي يعني ما فيش مية تطلع اللي والفوق المية بتنزل من النقطة العالية للنقطة الواطية ينسكب يعني علينا الروح القدس ده بالطريقه دي يعني الحاله بتاعت الفرح بتجي من فوق لينا بس نكون احنا في حاله الاتضاع في حاله المتواضعين لان المتواضع ده ما عندوش مشاكل وما تلاقيش عدو واحد لواحد متواضع الكل يفرح بالمتواضع لما تبقى في رحله طالعه عارف لما تكون متكبر والوش يقطع الخميره من البيت كل يقول لك يا ساتر هو انت جيت ابوك حاجة انك انت جيت معنا الرحلة يا عم انت لكن عارف لو متواضع يقولوا الله احلى حاجة في اليوم انك انت معنا هو ده الفرح يجي لك لو متواضع المتواضع يحب الجداسة والجداسة تفرح وتفرح قلب المسيح الواحد فينا يقول لا انا بنعمة الله العاملة فيا انا عايش عيشة عيشة الرضا والشكر ودي سمات الانسان الفرحان الفرحان راضي بالقليل، قنوع، مكتفي باللي عنده، ما بيبصش على اللي في ايد غيره، أنا عايز أخلي بالي لأن لو نظرت على ذاتي أفشل ولو بصيت على اللي حواليا أطرب، لكن لما ببص على المسيح لما يجي يقول لي أراكم فتفرح قلوبكم ولا يقدر أحد أن ينزع فرحكم منكم أفرح. أغرب آية عن الفرح بتاعت بطرس الأولى لما قال لك افرحوا لكي لكي ايه؟ لكي تفرحوا مش افرحوا لكي تصلوا افرحوا لكي تخدموا لا ده افرحوا لكي تفرحوا هو ده الفرح الحقيقي كل ما افرح افرح اتحد بالمسيح كمان افرح اعمل خدمة افرح اتقابل مع شخص الرب يسوع المسيح في القداس افرح وتبقى حياتي كلها فرح طب والنكد راح فين انا مالي انا عارف انا ما نعيش عيشه النكد دي يا عم انا دايما فرحان في المسيح يقولوا لي ده الإشاعة قالت أخبار مش كويسة وماله؟ أصل القلب عنده مشكلة وفي عضلة في القلب أنا قلبي بيدق يا عم ما جلقنش، المفروض تقلق أصل الأخبار بتاعة الأطباء اللي قالوا لك عليها تقلق أي حد أنا مش ماليش دعوة بأي حد أنا اللي إداني قلبي ده يحافظ لي عليه ده هو قال لي حافظ على قلبك لأنه منه مخرج الحياه يبقى هو هياخد باله منه من عضلاته ومن المضخه بتاعته هو يرعاه لي اللي يعيش مع المسيح دايما فرحان حتى لو قلبه واجعه تلاقيه دايما فرحان احنا نمسك في المسيح ونقول له يا رب يسوع المسيح ادينا حياه الفرح وان كان الفرح فيك يا رب فاحنا دايما نقرب منك ونتحد بيك ونفرح بيك لالهنا كل كرامه ومجد من الان والى الابد آمين Thank you.